أولها هي انطلاق تظاهرات داخل العاصمة بغداد من قبل مئات المتظاهرين، تجمعوا داخل ساحة التحرير وهي ساحة الاحتجاج المعروفة في بغداد. هذه الساحة والمنطقة الخضراء الحكومية التي تقابلها قد طوقت منذ أيام بكتل كونكريتية من قبل قوات الشغب والقوات الأمنية الأخرى المتواجدة. في قرابة الساعة 10 بدأ المتظاهرون بمحاولة عبور جسر الجمهورية الرابط بين جانبي بغداد وصولا للمنطقة الخضراء. كان هنالك صدام بين المحتجين وقوات الشغب المتواجدة على الطرف الآخر من الجسر، لكن إلى الآن لم يتمكن المحتجون من العبور. سجل يعني هذا الصدام سقوط عدد من الجرحى، لكن بإصابات تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة. وإلى الآن يعني الصدامات لا تزال والمتظاهرون لا يزالوا يتوافدون إلى ساحة التحرير، لكن ليس بالكثافة التي كانت في صباح اليوم. نعم. على مستوى البرلمان يعني اليوم كان من المؤمل عقد جلسة داخل مجلس النواب، تم تأجيل هذه الجلسة إلى قرابة الساعة 2 ظهرا. الجلسة فحواها هي يعني التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد أن قدمها قبل يومين من الآن. كان هنالك حضور لقرابة 235 نائبا داخل قبة البرلمان. بدأ التصويت على الاستقالة، 222 نائبا رفضوا الاستقالة و13 نائب فقط هم الذين صوتوا على الاستقالة. نعم. ليستمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب.